ونتحول الآن في نشرة التاسعة لتعرف على أهم أنباء الطقس. ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا لهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 23-13 معتدل، في مطروح 23-14 معتدل، في بورسعيد 25-15 معتدل، في الإسماعيلية 25-10 أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 24 والصغرى 14، الجو معتدل. في العريش 25-14 معتدل، في طابة 24-14 معتدل، في شرم الشيخ 26-16 معتدل، في الغردقة 25-14 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 درجة والصغرى 10 درجات، يكون الجو فيها معتدل. في أسوان 28-13 مائل للحرارة، في الوادي الجديد 26-7 معتدل، في شلاتين 28-17 مائل للحرارة، وأخيرا في حلايب 26-19 يكون الجو فيها معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.